أحمس معناها ولد منياه، يعني ابن القمر، ملكا من ملوك مصر القديمة ومؤسس الأسرة الـ18، ابن الملك سكينان رأ وأمه إياح حطب وأخوه الملك كاموس. وحد مصر كلها مرة تانية تحت حكمه. وصلت مصر في عهده لقمة مجدها وقوتها، بنى آخر الأهرامات المصرية في مدينة أبيدوس، طور الجيش المصري، فكان أول من أدخل عليه العجلات الحربية التي تجره الخيول والنبال المزودة بقطعة من الحديد على الأسهم. حرر مصر من خطر الهكسوس وقضى عليهم، لدرجة أن ما تقلش اسمهم بعد كده في التاريخ. استعاد لطيبة سيادتها على جميع أنحاء مصر بعد أن كانت خاضعة لكنعان. مات شابا في عمر 35 سنة وما نعرفش إيه سبب الوفاة. وجدت المومياء مخبأة داخل مقبرة جنائزية في أبيدوس سوهاج حاليا. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والإكسبلور. مع السلامة.